بصراحة أرادنا. لا تكتمل في العادة فرحة المواطنين بهطول الأمطار، فسرعان ما تتبدل فرحتهم إلى معاناة بعد أن تتحول أمطار الخير إلى مأزق كبير نتيجة الحفريات المنتشرة وأغطية المناهل المسروقة في شوارع المدينة التي يغرق بعضها بالماء بعد هطول الأمطار، لتتحول الشوارع إلى برك مائية يصعب على السيارات والمارة العبور منها أو تفاديها. أظهرت الأمطار الهاطلة ضعف استعدادات المدن الأردنية لاستقبال موسم الأمطار، حيث ارتفع منسوب المياه في بعض طرقات العاصمة وخرجت السيول عن مجاريها الطبيعية. هلا الحمد لله رب العالمين، أول شيء على نعمة المطر، هاي نعمة من ربنا أول شيء، ونحمد ربنا. كمان في الحفر اللي بالشوارع هاي، يعني وانت ماشي، يعني حتى لو مش بالسيارة، لو ماشي انت عجريك مثلا، هلا ممكن انه لا قدر الله توعي، لا قدر الله وصارت، فهذا الحكي حرام، ما بتجوز تكوني ماشية وانه في منطقة اعلى من منطقة بالشارع نفسه. من خلال مشينا في السيارة وقيدنا في جميع شوارع المملكة يوجد تسكير في المناهل، ويوجد في البنية التحتية في تعبيد الشوارع غير صحيحة. بعض المرات يسيبوا بعض الفضلات مثل التراب مما يغلق المناهل في الشوارع ويحيق حركة السيارات. تتجمع البرك المائية في شوارع المدينة لأسباب عدة، منها عدم تنظيف الأمانة لمصارف المياه التي غدت محشوة بالأوساخ والأكياس، فعدم استعداد الأمانة المسبق لاستقبال فصل الشتاء من خلال صيانة المصارف وتنظيفها ساهم في إغراق الشوارع. أغطية المناهل المكشوفة، إذ تلتقي مياه الأمطار مع مياه الصرف الصحي وتتسبب في فيضانها ومن ثم غرق الشوارع بمياه عادمة، الأمر الذي جعل المهمة صعبة في التخفيف من وطأة هذا الأمر. يعني المي الشتوي قوية كانت، بس كان الأسفلت كان كله مي من أوله لآخره، لازم المناهل تتنظف ويديروا بالهم. في عندنا الحفر هاي بالشارع شايفينها انتم، كل مره بنجيب تراب وحصب بنعبيها على الفاضي. الامانه رحنا عليها مرتين ثلاث وما سووا لنا اياها. من هم مش دخل فيها، بقول لك احنا داخل المشروع ما لنا دخل فيها. فدائما بنجيبها على سياراتنا وبنعبيها تراب وعلى الفاضي، زي ما انت شايف المي تيجي مي مطر وشتاء كله بنشال بروح. وتخلف تلك الاغراقات العديد من المشاهد والاثار السلبيه، إذ تتسبب في أزمات مرورية خانقة وتعطل العديد من السيارات بسبب وصول مياه الأمطار إلى المحركات وتضرر الشوارع من جراء الحفريات التي سببتها الأمطار. كل هذا وتكتفي الأمانة بالبيانات التي تعلن خلالها حالة الطوارئ دون أن نلمس شيئاً على الأرض. طبعاً إحنا كل شتوية بنعاني من كمية الأمطار اللي بتنزل عنا، إحنا ما بنكر إنه هي أمطار خير، بس إحنا كمواطنين ننضغ منها لأنها بتترك لنا إصابات. يعني هي هون لو طلعنا على الجارة هاي قبل شهرين إحنا طمناها حسابنا الخاص، بس يعني لسه أول شتوية ما شتت زي العالم جرفتها. وما بدي أحكي عن كمية السيارات اللي بتتعطل بهذا الإشي وكمية الأزمة اللي إحنا بنتسبب منها، فياريت إحنا يعني يكون عندنا مسؤولية أكثر ويتابعوا مواضيع زي هيك، لأنه أبسط حقوقنا، إحنا مش طالبين إشي تاني، بس ما طالبين إنه شارع نمشي عليه زي العالم. لطالما اقترنت الأمطار في مفاهيمنا بكل معاني الخير، لطالما كانت الأمطار نعمة نستسقي الله طلبا لنزولها، لكن في الآونة الأخيرة غدت لنا خوفا من المجهول ومما سيحدث ومن أرواح نخشى فقدانها، آملين أن تعود الأمطار كما كانت في مخيلتنا سابقا، خيرا ونقاء لا هلاكا وعذاب. بصراحة أرى